مساء الخير مشاهدينا متابعين معكم وانتم مش على شاشة التلفزيون لبنان، لو شايفين أم ملحم بوشكم وابو ملحم على يمينكم اطلعوا على الفراشة اللي بوجه الشاشة، بتعرفوا انه انتم على شاشة الأو تي في. وهلا اكيد طبعا رح دير لك دينة الطرشه، نسحب اسم من الفانز يلي وصلوا لنا على lqlq.com.lb، الفانز المعجبين يلي بطلب منكم بليز ما تحطوا ارقامكم على الوول وما تكتبوا اشياء بذيئه، وعن جد لانه عم بنهار وبالليل، ابعثوا رقمكم على الانبوكس، واول اسم رح نسحبه لليوم يا تيتا هو، حطوا موسيقى فيها سسبانس. سيزار النصر. بونجور عواطف. هاي طارق. أول شيء اشتقتلك. وكيفك طارق؟ ما عم شوفك، اشتقتلك كثير. الصراحة أنا هلا مشغولة، عم بلتقى مع ديزاينرز عالميين مشان غير اللوك. صار لك 100 سنة بتقولي عم بلتقى. لأنه أنا نكدة شوي، مش مثل غيري بقبل كيف ما كان أطلع على الشاشة كل يوم. مساء الخير تيتا لطيفة. يا أهلا وسهلا. تيتا لطيفة مساء الخير. اليوم مع إني عادة أنا ما بكون لطيفة، رح جرب كون لطيفة لحتى ضارب عليكي، لأنه حتى لو عادة أنا ما بغار من الضيوف اللي مر عليهم الدهر وشرب، بس بغار منك لأنه بدون شد ومد وبدون نفخ وبوتوكس ولوتوكس مستحل الشاشة يوميا، كيف وليش؟ لأني لطيفة أنا. لأني أنا لطيفة. وبتحسي بزمننا اليوم اللطف هو بزيادة ولا لازم يكون مع اللوتوكس؟ لا أنا أكيد مع اللطف. طب تيتا. نعم. عفوا بكال، هيدا صديق ضربته. سوري بكال. نعم. سوري بكال، اي لاف يو. سوري بكال. حسي حالي بفيلم اي تي. تيتا. نعم. بتحسي انه معليش اذا كنت عم بتطلي يوميا على الشاشه وانت كل التجاعيد مال اوجهك وهيدا دليل خبره، او بتحسي انه لا صار وقت تدقي العواطف تستعيني بالارقام التليفونات الموجوده عند عواطف من حكم تجميل لحتى شوي يكون في هيك رتوش للوجه؟ شو بتحسي؟ ليش التليفونات كلهم عندك تبع التجميل؟ تيتا يعني سلامت نظرك ونظرك سلامته، بس اكيد العمر له حق، يمكن مانك قشعه جمالي الطبيعي. إيه؟ وبصر وبستر تحت كلمه الطبيعي. بتحب العمليات؟ ايه انا ما بحب العمليات يا عواطف، انا ما بحبه ابدا، انا هيك بحب الطبيعه يا عواطف. هل بتعتبري انه انت بتحبك بالرغم أولك؟ من عمرك بتحب الفراشات العصافير اللي مثل عواطف، ولا انه ما بتحبي بتحسي انه بغار وهيك؟ لا انا بحب العواطف. عن جد؟ وبحب اللي مثل عواطف. مع انه تيتا انت بس كنت بسن عواطف، يعني من شي 80 سنه بعتقد كنت تحبي تطلعي على الشاشات، بس ما سنحت لك الفرصه لانه زوجك كان يغار وكان يغار زوجك وجدك كمان وبيك وكل رجال بحياتك كانوا قاسيين. مزبوط مزبوط. شفتي شفتي قد انقهرت يا عواطف بحياتي؟ شفتي ما كانوا يخلوني اعمل مثل ما انا بدي يا عواطف. طب تيتا على ايامكم، ايام الابيض والاسود، ايام رشدي اباضه وانور وجدي والجالية اللي كان على اول مشكل يطير منه الخصله، كيف كان الحب؟ خبرينا كيف كان الحب. كيف كان الحب؟ ما بقدر خبرك يا عواطف كيف كان الحب. يلا ما عندنا شيء. ما بقدر خبرك يا عواطف شو كان الحب. كان الحب عجبني وعبهلني من زمان. مش مثل اليوم، اليوم بحبه عن فهم وعن وعي عواطف. مين أول رجل تقدم اللي تيتا لطيفة قبل ما تكون تيتا؟ بس كانت لساتها الصبية لطيفة. هيدي اللي تقدمت، جوزي اللي تقدم. بس أنا ما بحب الكذب، تقدم لك محامي قبل جوزك ومحامي شأنه رفيع، ولكنك رفضتي والتقيتي بجوزك بصالة من صالات السينما. مزبوط. ما بعرف إذا كان فيلم شفايف، لا هيدي غير قصة، فيلم مزبوط. شفايف. مزبوط. خبريني وقت كنت بصالة السينما وشافك جوزك مع خيك، ما شك إنه هيدا الشاب اللي معك منه خيك ولا هيدا الشبه بيناتكم؟ شاك؟ إيه لا ما شاك. عارف دغري انه خيي؟ لا شو عمل؟ لا لا ما شك انه جوزي او خيي، إيه انه ما عرف من هو يعني، عرفت كيف؟ بس خلص انشدق. ايه بس هو قال، هو قال عرفت كيف؟ قال اذا كان خيا اوكي بيمشي الحال. انا حبيت هالبنت، بس اذا كان خطيبه بدي شلحه اياها. طب المحامي ليش اردفتيه قبل ما تتعرفي على جوزك؟ لا لا شبهن المحامية، هن ما بهن شي المحامية، شبهن المترية ماشي بس ما كنت حبه.
طب جوزك دغري بس شفتيه بالسينما ارتخيتي وحبيتي؟ لا مش دغري، لا هو شايفني بالسينما، هو لحقنا على البيت. ايه وبعدين؟ وبعدين بتعرفي الرجال ما في ابدا منه الرجال، بس تحت البلكونة كلمه حلوه من هون كلمه حلوه من هون بوقع للبنت. وقعك وحبيته وجيت على وجهك؟ طب لا رحت معه خطيفة. مزبوط. خبرينا كيف خبرينا شو صار ليلة عرسك؟ شو صار؟ وجعك درسك؟ لا لا نو عم بمزح. شو صار؟ شو صار ليلة عرس؟ خبرينا كيف ما بقدر خبرك، ما بقدر خبرك عواطف شو صار ليلة عرسك. نو بدك تخبرينا. لا مش ما ضروري تفاصيل مملة. خبرينا كيف رحت خطيفة. لأنه كيف رحت خطيفة ما ضروري الليلة تتدخلي. أنا إجا 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 المرحوم بيي بدي يشلحني المحبس، لأنه ليك عواطف كان خاطبني هو، كنا خاطبين نحن، واجى هيدا المحامي وخلص بده ياني، وبيي لقي انه موافق اكثر وشاب كويس ومعه مصاري واحواله منيحه وما بعرف شو. وبتعرفي انت الاهل دائما بحبوا صالح اولادهم. اولادهم طبعا. بقى اجى بدي يشلحني البحر، بس ما كنت خليهم يشلحوني، صرت ابكي 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 ابكي، بالاخر سكروا الباب وراحوا. قمت قلت لها سكروا الباب. إيه؟ نطيتي من الشباك؟ لا 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 روقي شوي. سكروا الباب من زمان، البواب ما بعرف اذا كان في شي باب بجبل بتشوفيه انت كيف يبقى في سقوطه كبيره من فوق. نو سوري انا كل شيء عندي على التاتش. عشو؟ على التاتش. تيتا على التاتش ما تاخذيني يعني بس هيك بدا بيعمل جرد لبصماتي، بيعرف انه انا صاحبه البيت. وكيف بتفتح الباب عندك بالبيت؟ بايدي. تاتش على التاتش بعمل هيك بيفتحوا لفوق البواب لفوق هيك. لا ما تخبري انا ما تخبري كيف صار. ما انت عم تقولي لي خبريني. تفضلي. ايه عم تخبري بحديثك وبحديثك تابعي. قلت لها لا 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 امي، قلت لها ليكي بيي بعت وراكي على المحل، كان المحل حد البيت مدري شو بده منك. يا حرام صدقت هي راحت. هي بس راحت انا فتحت هاي سقوطة هيك الطويلة وسقوطة من تحت وانفتح الباب. شو بديك كوا سقوطة؟ بديك كوا تقبريني برنيت تبيك وين معلقة يا ست عواطف. انا الاصل اسباني، انا ماريكيتا او فراشة اسبانية. نعم ماريكيتا. طب خلينا نعرف شو صار. فتحوا السواقيت وشو صار؟ ايه وشو صار؟ ماريبوزا. ما بتعرفي شو صار؟ انا عفوا ماريكيتا هي الكوكسينال، ماريبوزا هي الفراشة، بس أنا مزيج من الكوكسينال الروج والفراشة. أنت ماري كذبة. بتكذب كثير. نو بس أنا أصل إسباني. أوكي. وبوجه تحية للفريق البرشلوني الكتالاني اللي امبارح فاز 5-0. نعم من كم يوم. نعم تفضلي. ليش أنت مع برشلونة؟ بحب أصولي من هونيك. لا انا مع ريال مدريد. دي خسرت. ايه خسرنا سر. بس خسرنا امبارح نحن، بس كل الماتشات نحن ربحنا. نعم هيدا سادس فوز متتابع ومتتالي لبرشلونه ورا بعض. إيه؟ ورا بعض وبعض ورا ورا بعض وبعض وبعض ورا بعض وبعض. ما خليتيني كفيلي. فتحت السقوطه. فتحت السقوطه ضبيت ثيابي وكبيتهم لست صاحبتي تحت، وبعثت له خبر لخطيبي. قلت له لا كيف بالحمامه؟ لا مش بالحمامه. لا عيمكم ما فكين مش مش بالحمامه بالفراشه. ماريبوسا. ماريبوسا. بالماريبوسا بعثتها. نعم. عرفت كيف؟ قلت له ليك اذا بتحبني مزبوط الليله بروح معك خطيفه، واذا ما بتحبني انا بشرح المحبس. مش اهلي بشرح. ساعتها حمقت. شو وحدك انت بتزعل وبتحمق؟ يعني فينا نقول الليله سكوب ببرنامج اللقلقة هو انه التيتا هي اللي طلبت خطيبها للزواج وحشرتيه بالزواج. لا ما حشرته، حشرته. انا قلت له اذا ما بتحبني انا بشرح المحبس. ساعتها ما بسال عنه. ساعتها ما قبل. ساعتها شو؟ ما قبل ساعتها. خبطه جن. جن. شو عمل؟ ايه وبعت لي خبر انه ساعة كذا انا بكون عندي. وكيف قدرتوا تزمتوا من الشباك؟ لا ما كانوا اجوا كلهم على البيت وفتحوا البواب ومش عارفين شو عمل. مالت انا مش عارفين اني بعت اغراضي. انك اغراضك مش معك ومش مع غيارات. انا قلت انه ما كان عندك غيارات، كنت بعت كل غياراتك. كل غياراتي حتى ال والموتوكس. نعم البوتوكس. وال كان في كريمات كلهم بعت. نعم تابعي تيتا. سألت كيف؟ كلهم بعتهم. نعم. عرفت كيف؟ وهن اجوا كلهم على البيت، حملت حالي ونزلت انا،
نزلت قلت له رايحة عند الجارة، صدقوني إنه نزل عند الجارة بتشوش هيك ورحت. كانت السيارة ناطرتني بعيد، طلعت وضليت رايحة على الزحليطة. رحتي على الزحليطة مثل ما أنا بمارس هواية اللطاطة. أنت هيك زحلطتي؟ نو أنا بعد لساتني تحت نصيبي وتحت نصيبني لساتني، بس عم بحكي على الزحليطة لأنه أنا بمارس هواية الباتا والراكات، وقريبا رح يكون في ريبورتاج خاص. وين صار شارل نصر أو نصر شارل؟ مطلوب عنا. كان لازم اقول لك انه ما رد على التليفون، بدك تسحب نطلب اسم ثاني لانه ناخذ بريك من الحديث. تيتا بدي اسالك انا سؤال بالاذن منك عواطف. بيتر ادي ادي بيتر بيتر ادي نعم، في اسالها سؤال. تفضل. تيتا لما رحتي خطيفه اجوا اهلك على العرس ولا لا؟ بعتوا خيي بس انه ممثل رسمي عن العائله. لا لانه بيي طلع كثير هيك ذكي وفهمان انه خلص البنت ظهرت من البيت ضرب يعني اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. برافو. وين اكلتي عسل؟ بحب اعرف وين اكلتي عسل؟ وين اكلت عسل؟ اكلتها بالبيت جوا. كان حلو العسل ولك كان يعني طارق. ما العسل بجدبق عواطف. العسل بلزق. ما كان حلو، ما حبيتي؟ ما بلا حبيت بس بتعرفي بلزق هيك. طب تيتا عندي لك سؤال. بايامكم ما كان في تلفزيون وانترنت وبي سي وانه اشياء لحتى لي تقعد تلتهق فيهم، على ايامكم كان اقل 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 زلمه ومره يجيبوا 10 12 14 ولد، انت بشو كنت تلتهي لحتى جبتي بس اربع اطفال؟ كنت تعملي ا صوف ب كافا سي خيطان حرير، شو كانت هواية تيتا لطيفة لحتى ركت على هوايتها وما جابت كثير أطفال؟ لا أنا ما ركت على شيء. عندك ثلاث شباب. أنا شغلت راسي بس. بس أنت عندك 11 حفيد؟ أنا عندي 11 حفيد وحفيدة. وعندك أربع أولاد أحفاد. نعم. هيدي العصفورة. عندي جيش جيش اسم الله. بتحبيهم؟ بتفرق بيناتهم؟ كثير. بتحبيهم كثير؟ معلومة بحبهم. في تفرقة للبنات غير الشاب؟ أكيد. إيه أكيد البنت الوحيدة بتنحب أكثر يعني. عرفت كيف؟ تيتا كمان بيتر كادي مرض وسيزار مرض، لحتى ما تقولوا لنا ليه ما عم بيطلع رقمنا. شفتو. بيتر وسيزار، بيتر كادي أو كادي. ما بقى بدي أسحب. ما بقى بدي؟ نو. زعلانة من الفانز؟ أنا قررت إنه زعلانة من الفانز. أوكي. وبطلب منكم إنه تبعتوا رسائل إرضاء على الإنبوكس بالفيسبوك. شو هيدي الأخيرة؟ إرضاء. نعم تيتا خبريني بايامكم كيف كانت تكون السهرات الرومانسيه والسهرات الرومانسيه؟ كيف كانت تكون تروحوا تصبوا باتون، تروحوا تتمشوا بالحقله تحت السنديانه، يقطف لك سنوبره من السنوبره، يقطف لك عسل يا عسل، شو كنتوا تعملوا؟ ما كناش نعمل شيء نحن. كيف كان كنا نقعد نسهر نلعب زي عروستي. كيف يعني؟ زي عروستي بيوت. ايه بالبيوت نقعد نلعب كلنا مع بعضنا، وين بدنا نروح نسهر؟ ما كان في كلاب وما كان في. طب تيتا عن جد بما انه كلنا بنعرف انه جوزك حبسك وما خليك تمارسي هوايتك بعد ما كنت مفكره انه اهلك منعوك ورح شوي تفرج بالمنزل الزوجي، بتندمي انه تجوزتي؟ بتحس انه يا ريت تفرغت للفن منذ بدايه نعومه اظافري ومنذ نعومه اظافري في بدايتها بلشت او شو؟ لا لا ما بندم لانه هلقني هلقني الشهره على كبر. اخ اخ يا عواطف لو بتعرف قديش هي لذيذه وقديش هي حلوه. هلقني لو اشتهرت من زمان من زمان كانوا هلا بلشوا ينسوني، بينما هلا بهالعمر هيدا هلا عم بفيقوا علي. طب تيتا معلش لو سؤال يمكن رح يزعجك بس عواطف معروف عنها انها وقحه وزنخه ودمها ثقيل، ليش بعدك لابسه المحبس مع انه زوجك توفى منذ زمن بعيد وكان فيك يمكن ترجع تلبسي محبس اخر في شقفه سوليتير؟ لانه بعرف انه الشباب والكبار والصغار بحبوا تيتا لطيفه. لا هيدا هيدا عربون المحبه وعربون الزواج وعربون العائله، هيدا ما بشيله. ما فكرت ترجع تتزوجي مع انه كنت بعدك بعز سباكي لما توفى جوزك؟ لا قلت ما بعز. انه بال 50 60 انه منيح. نو نو سي با 50 ني 60 بال 60 بلا. لا يعني جوزي له سبع سنين متوفى. بال 70 ايه نو. طب بس انه بعدك سباكي. بتعرفي شو صار يا عواطف؟ يعني ثاقب يعني انه الله يرحمه مات لا بكر ولا اخر. على القد على القد
على قد على الميل مثل ما بيقولوا. بتنزعجي لما ينادوكي التيتا لطيفه؟ بتحسي انه هاللقب بكبرك؟ ليش مش مثلا لطوف او توفا او توفي او لطفطف؟ لا في كثير بعيطوا لي لولو، بس انا كلمه تيتا بحبها كثير. ليش؟ احترام اكثر، بعرف انه بحبوني زياده لما بدهم يقولوا لي لطفطف ما بطفطف. يمكن انا افكر عم بيضحكوا علي. طب تيتا اذا بدنا نعمل تشارت نعمل كومباريزون، نحن ما بنريد حدا ينقذك. ايه ما تنقذيني، بس عواطف بتتحمس. ايه بعرف، بتتشعلل فيها الاحاسيس والعواطف. أه. وبنهار بس شوفك تيتا. اذا بدنا نعمل تشارت نعمل كومباريزون بين رجل ال 40 يعني 1940 او 1900 وخشبه من رجل 2010، شو الفرق بين الحب والرجل بهديك الايام والحب والرجل بهالايام؟ ايمتى احسن ايمتى اسوء؟ شو اللي منيح شو اللي وحيش؟ بتمنى منك تفاصيل ممله وممله التفاصيل بهالموضوع الحساس. ما هي التفاصيل رح تكون ممله يعني. تفضلي بقى. هيدا الحب لايك الحب يعني هلا اتنيه 1900 وخشبه يعني هودي هودي عز دينهم هودي، بس هوديك ال بتفضلي رشدي اباظه على تامر حسني؟ بتفضلي الحب اليوم على الحب بكره او امبارح؟ على الحب بكره ما بقدر اعبر لك عنه، بس حب امبارح بقدر اعبر لك عنه. خبرينا، عم تحكينا وتاخذينا وتجيبينا وتردينا على الشارع. لا لا حب امبارح كان حب كان حب شريف كان حب صادق. هلا اثنين بنودي تحيه لشريف ولصادق الفانز عنا على الفيسبوك. مزبوط. نعم مزبوط، وديتيلهم تحيه طبعا. برافو. بس ليكي الحب هلا اثنيه كله الحب هيك فوفيش، بتعرفي لما بتحطي قش على المي هيك وبفوش على الوجه، هيك الحب اليوم. طب بس من زمان تيتا ما كان في جيل وسشوار، كيف كانوا يشدوكم الشباب او كيف كانوا الشباب يشدوكم؟ على الحنطور كانوا الشباب يشدونا ونحن نشد الشباب. كنا نشد بعضنا عواطف، كنا نشد بعضنا. كيف اذا ما كان في انه كيف بالتطليعه؟ لا لا كان في بيجودي بيجودي نلف شعريتنا. ايه هيك هيك نلف شعريتنا وزعتروا هيك شعريتنا ونتركهم هيك ويزبطوا ويشدوا. ايه وشدوا وشدوا الشباب. تيتا انا صار لازم امشي لوين؟ بدي اعرف منك، انا عندي كثير اشياء اعملها من باتان راكيت سكيناتيك كثير بحب. يا يا تحافظ على شيء يعني. اليوم جيتي مع صديقك البوكال وما في لا التليفون. بوكال بعتذر منك بوكال، وبعتذر من كل الفانز. بحب صوتي بقلب البوكال، بحس حالي من الفضا عن جد. بحب حلو. تيتا قبل ما فل وروح مارس هواياتي المتعدده والمتعدده هواياتي، خبريني شو بتقولي للشباب يلي ناطرين غمزه من عيون تيتا لطيفه وتيتا لطيفه؟ ليك ليك عواطف 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 ليك عواطف عواطف ليك الشباب مش ناطرين غمزه من تيتا لطيفه. من مين؟ ناطرين من عواطف. نو فاجأتيني ما بعرف عن جد. بلا هن غمزوني وقالوا لي غمزوني عليكي يا عواطف. انا ما عندي ثقة بنفسي وبنفسي ما عندي ثقة. تفضل. بكل الأحوال عواطف عواطف نقي لي واحد من الشباب. جورج بسيط؟ بتفكريه بسيط بس هو منه بسيط. جورج منه قليل منه قليل منه قليل. لا مارسيل شو بو؟ عطرانيك وفراس مارسيل فارس مارسيل جارو نوما من حاب. خلص نقي بين جورج وانترانيك. اي هون نقي بحياتك نقي واحد. انترانيك بحب خطيبته وجورج صاحبته مهضومه وطيوبه احترت. طارق تيتا طارق 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 ليك انا عواطف تقبل عواطف دورك عواطف مش معقول صار اكيد عواطف. كل هالدعايات ايه كل هالبلد. طارق طارق ما عنده حدا. ايه انا يلا غمزي تركته. تيتا انا قبل ما غادرك بدي اعتذر منك واسرق دقيقه من الوقت فقط لكي اوجه التحيات العديده، عدا عن قديش مهم اسم تانيا بحياتي وقديش اسم تانيا مهم بحياتي وريفا وجارو بيطلع لك طرطوشه كمان تانيا يلي بتهتم باناملي الذهبيه لحتى اقدر اكتب كل هالاسئله الحلوه، وتانيا جوهرجي يلي بتهتم باكيد جمال ونضاره وجه بالميك اب. بدي ودي تحيه لسهى نادر
والمخرج جو فاضل يلي هلا عنا اعمال كثير سوا. المخرج جو انا بعرف انك رح تطلعني بصوره كثير حلوه بحال كريستين واكيم يلي هي صديقتي الروحيه، ابراهيم منتوفي يلي دائما بنقي لي شعري بينتف لي هون شعري لحتى يكونوا بهاللوك المميز، جوني موسى حبيب داغر واهالي المروج كلها يلي دائما رح ندل ان شاء الله نمشي سوا بالسهوله والمروج. بقول لكم بحبكم وكثير كثير بحبكم وبحبكم كثير، ما زبطت معها بالقلب. ارجع غني اغنيتي طلع الضو على الواوي وعلى الواوي طلع الضو. باي اي لاف يو تايتا صديقك. باي عفاف عواطف. باي تايتا صديقك اللي ما له نفع اليوم. باي باي باي. مرة جاي رح اجي زحلوطة على البطان. مجنونة عواطف يمكن. ليك مهضومة مهضومة بتسلي. ايه بدنا شيء يسلينا بالايام نحن. صح.